السفر انه في شابتر اللي انا بتكلمهم دول هم عبارة عن اوفر فيو لحاجات انت حضرتك درستها تفصيلا في خلال المدة الدراسية بتاعتك في الكلية، وان كان احنا هنا بس بنتكلم عن نفس الحاجات اللي انت حضرتك درستها تفصيلا من الابروتش بتاع الفاير سيفتي. اقفل الباب بالكرسي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، انك انت الكالوريفيك فاليو بدل ما انت كنت بتقول ميجا جول بير كيلو جرام، انت بتقول هنا كيلو جول بير جرام وهكذا، يعني حاجات كلها مجرد انك انت التطبيق بتاع الفاير سيفتي ده بتحطه في اعتبارك كراجل مهندس الارقام المتوقعه، وبتحط الفيجرز والتيبلز بالاشكال اللي هي مناسبه، ما نقعدش نزود ثلاث اصفار زياده عشان ما نلخبطش نفسنا في الحسابات ونغلط وكده، ليس اكثر ولا اقل. ده اللي قلناه المره الماضيه فيما يختص بالفاير ساينس اند كومبشن، واكيد اكيد ناكد عليه النهارده في الفاير اند هيت ترانسفير. الهيت ترانسفير انت حضرتك في خلال دراستك في الكليه درست هيت ترانسفير كتير جدا، درست هيت ترانسفير، درست كورس هيت ترانسفير، خدت كوندكشن، وبعدين درست كمان يمكن الراديشن في كورس لوحده، مش كده؟ يعني لسه الترم ده كورس لوحده كامل عن الراديشن، والهيت ترانسفير خدت كورس ولا كورسين؟ كورس بس 150 درجه كامل برضه. فاحنا النهارده عندنا محاضره واحده شامله كله، كورس كامل شامل كله، محاضره واحده شامله كله. هذه المحاضره الواحده اللي هي شامله كله موجوده عندك في المرجع اللي احنا بنستعين بيه في هذا الكورس كله، اللي هو برضه انت حضرتك درست كله فانت مسؤول عنه كله كامتحان تقرأ لو سمحت. ولذلك انا ان شاء الله تأكيدا لهذا الامر يعني بحاول ان انا اجمع ما بين حاجتين، اولا ان انا أأكد واتأكد واقوم باي مساعدة ممكنة انك انت تتشجع وتعمل انك انت تقرأ فعلا بعناية التو شابترز دول، وفي نفس الوقت انا مش عايز ان انا اثقل عليك، انا متعاطف جدا جدا معاك وعارف الحال اللي انت عليه مع السنوات النهائية دي، سواء سنة ثالثة او سنة رابعة، عندك كورسات كتير وعايز تذاكر وعايز تلم نفسك وعايز تطلع بتقدير كويس في الاخر، فمش عايز اثقل عليك برضو. فانا هقسم التو شابترز دول الى اربع اقسام، وهتفتح انت البلاك بورد هتلاقيني بعت لك التاسك بتاعك اللي هو هيكون نص شابتر من التو شابتر، تعمل الاساينمنت بتاعك على هاف شاب ناس هيجي لها، او ممكن بالنسبه للهيت ترانسفير تلت، واحد هيجي له كوندكشن، واحد هيجي له كونفكشن، واحد هيجي له راديشن، والفاير اند كومباشن نشوف نقسمه ازاي وكده بقى بالايه عشوائي. ولا باس عندي، بس رجاء ما فيش داعي انك انتم تنقلوا تقارير، لكن لا باس عندي ان انتم تعملوا مجموعات الناس اللي عندها نفس الحاجة وتعمل مع بعض شغل ايه شغل كويس. بس ايه هو ده اللي يعني اللي انا بحاول فيه يعني زي ما تقول كده ايه سديد وقر. طبعا الهيت ترانسفير مودز اللي في الفاير هي الهيت ترانسفير كلها اللي هي احنا عارفين الهيت ترانسفير فيه كوندكشن وفيه كونفكشن وفيه راديشن. كوندكشن زي ما احنا درسناه اسهل وابسط صوره هو الستيدي ستيت كوندكشن، وايضا احنا درسنا النون ستيدي ستيت كوندكشن لاحوال مختلفه بقى زي ما هنشوف في سلاب من النص مش عارف ايه في سيلندر في وول في كذا، كل الكلام ده ايه انت حضرتك درسته في الكوندكشن، واحنا النهارده هنمسه مسا سريعا يعني مس، لكن هذا المس احنا معتمدين اساسا على ان حضرتك سبق لك انك انت تبحرت في هذا المنظر. فطبعا البحار بتاعك بقى ده لو ما كانش على اسس سليمه زي ما احنا قلنا ممكن جدا
انك انت لا قدر الله تجرأ. اتمنى ان ده ان شاء الله ما يحصلش. الكونفكشن طبعا كذلك هو موجود. احنا قلنا ان الكوندكشن هو اساسا زي ما احنا عارفين هو بيكون في السوليدز في بواجه الاساسي يعني هو في السوليدز الكوندكشن. ولذلك لو انت عندك الفاير سورس بتاعك هو سوليد هو خشب او اي نوع من البوليمرز اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت عمليه الفليم سبريد داخل الفيول او الفاير سورس اللي بيكون عندك دي بتعتمد اساسا على ايه على الكوندكشن هل هي ستيدي ستيت كوندكشن ولا ترانزيت كوندكشن اكيد انها ترانزيت كوندكشن ايضا الفليم لما بيخبط او ما بيخبطش في الوولز بتاع الاستراكشر بتاع الكومبارتمنت اللي انت موجود فيه هذا الفاير فايضا انتقال الحراره داخل هذه السوليد بتكون ايه بتكون عن طريق المود بتاع الكوندكشن طبعا الجازز اصلا فيها كوندكشن ايضا كذلك مثل السوليدز واخد بال حضرتك ولكن في الجازز بيبقى فيه كوندكشن وفيه ايضا كونفكشن فبيبقى المود بتاع كونفكشن اهم من المود بتاع كوندكشن في الغازات الغازات طبعا الكونفكشن هو بيكون ناجم عن الحركه بتاعه الغازات الساكنه تتحرك من مكان الى مكان وهو ده نقل الحراره بالايه بالكوندكشن يعني هو نفس الغازات اللي سخنت الاندنس بتاعتها زي ما قلنا قبل كده بتقل فبتتحرك بيحصل موفمنت للماتر نفسه السخن ده بيطلع لفوق وفي نفس الوقت هو يعتبر نوع من الهيت ترانسفير باي كونفكشن وفي نوعين زي ما احنا درسنا الكونفكشن برضو درسنا الناتشرال كونفكشن والفورس كونفكشن وانا مش عارف برضو مش متابع انا يعني انا اخر علمي بالكونفكشن والكونفكشن اللي انا درستها لما كنت قدكم من زمان قوي كان لسه ما فيش بقى السمارت فونز والحاجات دي فكان بتنزل لنا مذكره كده فيها تشارتس كتيره مثلا نمبر مع جراشوف نمبر مع مش عارف برنتل نمبر وكل ايه كل حاجه من الكونفكشن ده بحسب على اساس الرموز نمبر دي لامينر ودي تربلنت واعرف بقى هات الفيلر واروح عليه واحسب شوف كام الكاركترستيك لينس بتاعي اذا كان دايمتر ولا هيدرو دايناميك دايمتر ولا لينس مش عارف اذا كان حصل تقدم في هذا المجال ولا هو كل السنين نفس اللي اتشرطته هي يعني برضو الحمد لله حتى سنه رابعه ما زلت لا كده تمام ما زلت متذكر يعني رغم مرور كل العمر ده ما زلت متذكر وكان درس لنا الله يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحه والعافيه الاستاذ الدكتور احمد العصفوري معرفش انتوا درستوا مين دلوقتي الكلام ده احمد ابو زيد اه موجود دكتور ان شاء الله حاليا اللي بيدرس دكتور محمد رشد ودكتور احمد ابو زيد هذول ابناء من الطلبه فهو ده الايه الكونفكشن وطبعا يعتبر بالنسبه للفاير لانها زي ما احنا عارفين موضوع الباينس اللي فيها ده يعتبر والسموك اللي بيتحرك وما الى ذلك فهي واضح ايه الاهميه بتاعت الكونفكشن في الابلكيشن بتاع الفايرز اي دونت نيد تو ري امفسايز يعني اتس اوريدي امفسايز باي اتس اون يعني واضح جدا ان الفاير السموك بتتحرك وبتنقل الحراره من مكان لمكان واللهب وما الى ذلك فواضح اهميه الايه اهميه الكونفكشن في تطبيقات الحراره المود الاكراني هو الراديشن ومعروف انه الراديشن هو بينقل الحراره بدون وسيط في النص لا انت محتاج المولكيولز بتاعت السوليد يحصل فيها اكتيفيشن نتيجه زياده درجه الحراره ولا انت محتاج المولكيولز نفسها والدنسيتي تتحرك وتطلع لفوق هي عباره عن الكتروماجنتيك ويفز الكتروماجنتيك ويفز بتنتقل بسرعه الضوء من المكان اللي هو الترانسميتنج لل الاشعاع ده اللي هو الكتروماجنتيك ويفز الى المكان المستقبل له
وده طبعا بيكون اهميته في اللارج فايرز، اهميته بتكون في اللارج فايرز وليس السمول فايرز. كلمه لارج اللي احنا بنقولها لارج اللي احنا بنقولها لما يكون الفاير سورس بتاعي الدايمتر بتاعه اكتر من 0.3 متر، اكتر من 30 سنتيمتر. اعتبر انا في هذه الحاله انه ايه، انه الراديشن اصبح سيجنيفيكانت او درجه الحراره اصبحت مثلا فوق 1000 او فوق 600 او حاجه زي كده. طبعا انتقال الحراره باي راديشن بيبقى فيه في النص عوامل كثيره مهمه، لانه هي طبعا بتبقى فانكشن في تي اس 4. واعتقد انه الشباب اللي بيدرسوا حضرات كليه ترانسفير دلوقتي بياكد عليك كتير جدا انك انت لما تشتغل على الراديشن تستخدم تي ايه كلفن وليس تي سم جريد. ده مهم جدا وهيفرق كتير، وانها بتبقى بروبورشنال لايه، تي اس 4 مضروب في ستيفن بولتزمان كونستانت اللي هو كام؟ 5.5. انا ممكن اقوم اروح. احمد قالك احفظ 5.5. معادل اسمها ايه؟ دوريلو فوريشن. طب وجبتنا كده ازاي عرفت انها ستيدي ستيت المعادله دي؟ فيش تايم، فيش تايم بالظبط. حاله الستيدي ستيت ده هي الايه، الكوندكتيفيتي تمام، وكيو دوت دبل داش فلكس، ده الهيت فلكس ريت. الهيت فلكس مش كده ولا هيت فلكس؟ ريت ريت لا ريت ليه ده؟ ما احنا قلنا التايم كونست ده هو مش ريت، هو ريت فلكس. هيت فلكس مش ريت، احنا مش ريت ولا كده. انا مش متاكد. لا من غير تايم يا دكتور عشان دي ستدي اسطى. وط على ميد سكوير تايم، مفيش وط. في دوت ستدي، في دوت ماشي. الوط وحدات بتاعتها مش عامل مرابط بالوط على ميد سكوير. ما الوط ده يعني في تايم تزول بسد استدي في تايم على ميد سكوير. في وقت من ستدي ازاي الكونكت بتاعها؟ ممكن ستدي ثابته مع الوقت ما بتتغير. انت عندك ايه؟ في كده حيطه، في هنا تي اتش وفي هنا تي ال، زي مثلا دي بتساوي 100 ودي بتساوي 20، والمسافه دي مثلا 5 ملم تمام. بس طبعا وهنفترض ان ده ستيل مثلا، الكي بتاعته بتساوي كام؟ 46 تمام. يبقى اذا كيو دوت دبل داش هتساوي كام؟ تقدر تحسب؟ اه اه 46 في 46 دي طويله مش قوي يعني المسافه. يا عم دي اللي هي بتاعت المقاومات، مش عامل هو بقى هنا كله. هنا ما فيش ولا اتش ولا بعدين كده مش بتوع مش عايزين تسيبها. ما جمعش معايا الاتش، في وحدته مظبوطه ما حطيتش الاتش. انت اعتبرت ان في اتش دي هي اللي عصرت بالظبط، ودي اللي اعتبرتها انها سيرف ستيشن. طبعا ده ستيل و5 مللي، فطبعا لازم كل الحراره هتطلع، كل الحراره هتنهي بمنتهى السرعه، لانه هو الامتحان ليه مده معينه ولا ممكن بعد ما نخلص المحاضره نطلع نسجل؟ امتحان ايه؟ اه لا خلينا هنفترض بقى ان هي ايه، خلينا نقف مش مشكله، هنكمل بعد شويه. اي اس ناقص اي اس
اسوان ناقص اس كده دي تي اسوان دي تي اسوان الكونفكشن هو ايه كيو دوت دبل داش بيساوي اتش دلتا تي دلتا تي او كيو بيساوي اتش اس راديشن اليو يعني الميس اوف باور بتساوي الاجريسيفيتي في ستيفن بولتزمان راديشن ده كده ايه سمر يعني سمر طيب هي جت الكي هي عباره عن وات على متر ايه على متر كلف الكي فيها ايه فيها وات على متر كلف سي بي رو والفا وكي رو سي بي بالنسبه للايه المواد المختلفه هي عندك الايه التيبل ده ثيرمال بروبرتيز الشبكه ايه بتاعتها ايه يعني اللي جه وما لحقش كيو دوت دبل داش بتساوي اتش دلتا تي وات على متر سكوير وراديشن اي بتساوي الاميسيفيتي في ستيفن بولتزمان في تي اس 4 كيو دوت دبل داش بالنسبه للراديشن الفاي دي عباره عن ايه؟ فيو فاكتور الفيو فاكتور ادي الاستدي ايه ستدي ستيت كوندكشن يو دوت دبل داش هتساوي نبص الاول على اللي هي اللي علاقتنا اليمين دي السهله يو دوت دبل داش بتساوي كي على ال تي واحد ناقص تي اتنين دي هي تخص دي دي تخص دي والثانيه لو انت عندك اكتر من ماتيريال هيبقى يو دوت دبل داش هتساوي تي اتش ماينس تي سي مقسوم على 1 ناقص اتش زائد ال1 على كي1 زائد ال2 على كي2 زائد ال3 على كي3 زائد 1 على اتش الثاني تمام؟ طيب هنيجي بقى على المساله دي هي هي وهقول لحضرتك افرض ان اتش هنا على الناحيه دي بتساوي اتش على الناحيه دي بتساوي 8 احسب بقى كيو تطلع كام حسب بقى ايه هل هو 1 دايمنشنال هل هو 2 دايمنشنال هل هو 3 دايمنشنال هو عباره عن اللي هي 3 dimensional partial 2t partial x squared plus partial 2t partial y squared plus partial 2t partial y squared بيساوي 1 على الفا partial t partial دي كده المعادله بتاعت ايه؟ المانستيت بتاعت المانستيت عشان بقى تحل المعادله دي محتاج برضو ايه؟ حاجه من الاثنين يا اما مجموعه من الاسامبشنز باوندري كونديشنز مجموعه من الباوندري كونديشنز ومجموعه من التشارتس عشان تعرف انك انت ايه تعرف درجه الحراره
بترتفع ازاي عند ايه بعد 1 مينت بعد 2 مينت بعد 3 مينت وهكذا. تمام. او الحل الثاني انك انت يبقى عندك نيوميريكال ميثود. النيوميريكال ميثود هتكون ايه؟ تقريبيه، ولكن كل ما انت صغرت التايم ستيب اللي انت بتحسب عندها الايه الاكيرسي بتاعك الحل بتاعك بتزيد. فمش عارف برضو، انا مش متاكد انت دلوقتي استخدمتوا هذا الكلام النيوميريكال ميثود يعني. خدناها 1 بلان بس مش 3 بلان. صغير انت تعمله على ايدك وتحل، ولا في برامج جاهزه بتنزلها من النت وتحل بيها؟ خدناها 1 بلان بس 1 دايمنشن يعني، ما خدناش بارشال تي بارشال واي ولا بارشال تي بارشال زد، احنا خدناها 1 بلان بس. وكمان لما خدناها كان في معاها زي جرافات، ما مش حاجه جرافات موجوده هنا اللي هي بتاعت بايو شارت ده موجود عندك في الكتاب. ها ممكن انك انت برضو ايه تحل يعني نفس المسائل اللي بتجي لك في ماده الهيت ترانسفير، ممكن تجي لك برضو ايه مسائل ايه يعني. نجيب الداتا شيت معانا في طبعا كده ايه خدتوا الكيسز دي اللي عندك سلاب دي، ما كيسز مشهوره طولها 2L والمصدر الحراري في النص عند الاكسس، واحسب بقى ايه الهيت ترانسفير ترانزيانت هيت ترانسفير على الناحيه دي. طيب وادي ايه الشارت ايه هي كده. ايوه موجود. نيجي بقى على الايه خلاص خلصنا كده الكوندكشن. حد له سؤال في الكوندكشن سو فار؟ مفيش. هو الكلام ده انتوا خدتوه اي سنه بالمناسبه؟ السنه دي الترم الاولاني. السنه دي بالنسبه لبتوع ثالثه الترم الاولاني، بتوع رابعه نسوا شويه والله. قلت من شويه هو ناجم عن الموشن اوف فلويد، وفي نوعين من الكونفكشن، في ناتشرال كونفكشن او فورس كونفكشن، وبنستخدم فيه مجموعه من الدايمنشنلس جروبس. الدايمنشنلس جروبس دي اولهم واهمهم هو النص نمبر اللي هو عباره عن اتش ال على كي، وفي دايمنشنلس نمبرز ثانيه زي جراشوف نمبر وبايو نمبر والبرانتل والرينولدز واللويس والفراود والفورير نمبر. كل واحد من دول احنا عارفينهم كلهم، خدناهم كلهم مش كده؟ ما عدا اخر ثلاثة اللي حضرتك قلت و ما خدناش فورير ولا لويس ولا فورير لك ايه؟ اللويس نمبر مثلا هو عبارة عن الثيرمال باوندري مقسوم على التيربلنت باوندري. يعني انت عارفين حاجة اسمها الباوندري لير ولا لا؟ دي نقطة الكاميرا دي ما معقول استعاد ليه؟ على الأقل علينا دفعتي كانت وقعت هيك. مين كان بيدرس؟ ده كنا هو الباوندري لير صار انا عموما ده السقف. انا هتكلم عن اللويس نمبر بخصوص الايه الفاير. السقف احنا قلنا ان لما يبقى عندي فاير بيطلع الدخان لفوق وبعدين بيبدا ايه الجوانب يبدا يمشي راديال. تمام. هو بيمشي راديال صحيح، لكن اللي لازق على السيلينج درجة سرعته او سرعته لازم تكون مساوية لسرعة مين؟ اللي هي كام؟ اللي هي صفر. فلازم يبقى عندي لو انت رسمت هنا السرعات هتطلع حاجة عاملة كده. تمام؟ لما توصل هنا والسرعة تثبت مثلا هي ما بتبقاش كبيرة او كده، بس احنا مش رسمين فين، فاحنا هنعتبر ان دي مثلا هتطلع 0.5 ملم، تطلع زي ما تطلع المسافه دي. بعدها هتبقى ايه؟ تمام.
فاهم؟ اذا ده كده اسمه ايه؟ ما بتبقاش كده برضه، ما ينفعش تبقى كده. دلتا ال تمام؟ سيميلرلي درجة الحرارة. سيميلرلي درجة الحرارة. هنا ده السقف له درجة حرارة معينة. هسميه مثلا تي سي. هلاقي درجة الحرارة طبعا مش هتبقى زيرو بقى في الحالة دي، تبقى مثلا تي سي عاملة كده، وده هتبص فيها عاملة كده. تمام؟ هنا بقى دي هنسميها دلتا سيرما. لما تقسم دي على دي هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي اسمه. ممكن يطلع واحد، ممكن يطلع ازيد من واحد، ممكن يطلع اقل من واحد. بس مثلا يعني ممكن تقول ان هو ايه من 0.8 ل 1.2 ولا حاجه. تمام؟ ايا كان ما تاخدش مني ايه؟ انا بدي لك الفكره العامه، الكلام المظبوط تاخده من فين؟ من الكتاب. بس انت النهارده مطالب بكل الارقام اللي انا حاططها لك دي، لا نوصل جراشوف بقى بايو نمبر، برانتل، رينولدز نمبر طبعا عارفينه مش كده؟ ايوه. مين ما عرفش لسه رينولدز نمبر؟ فكل الارقام دي انت مطالب انك انت تعرف تساوي كام؟ تساوي ايه؟ يعني مثلا رو فيو في دي على ميو مثلا، حيث رو هي الدنسيتي ويو هي السرعه ودي هي الكاركترستيك دايمتر ولا وات ايفر، والميو هي الفيسكوستي ولا كذا. بال حضرتك وفي نفس الوقت تبقى عارف الفيزيكال مينينج بتاعها، تبقى عارف الفيزيكال مينينج بتاعها. والسؤال هيكون ازاي؟ مش هقول لك تكتب، وانما هقول لك يا اما ان انا احط لك احطهم لك على اليمين والتانيين على الشمال وتوصل زي ما كنا بنعمل في اولى ابتدائي. حلو. ها؟ او ترو اور فولس، احط لك حاجه صح وغلط وانت يعني، بس انت لازم تبقى عارف. هما دول هي دي طريقه الاسئله. ماشي؟ هتيجي يعني ده السؤال ده هيجي هيجي. سؤال من الترم برضه زي اللي فات؟ اه. هنا وهنا يعني هيجي في الاثنين. وهنا في مسائل ولا برضه نظري بس؟ لا ما انا لسه مديك مساله من شويه. في مسائل. سجل بقى الكلام ده عشان. اهم ادي الحاجات اللي انا بقول لك عليهم اهي قدامك. اللي مش قادر يحفظهم ممكن بقى ايه يصرف باي طريقه. انا في الجيم الداتا شيت ظهر الاله مش حضرتك قلت نخش بالداتا شيت؟ معرفش يعني، المهم انك انت يعني انت هتخش من امتحان بالداتا شيت، هتروح الانترفيو بالداتا شيت. ماشي لما الانترفيو يجي بقى لما يجي معاد الانترفيو يعني انت حر. انا مش مهتم. وادي ايه لكل حاله من حالات الكونفكشن النصت نمبر يتحسب ازاي. كل هذا الكلام انت حضرتك درسه تفصيلا، احنا مجرد هنا بن ايه وي ار تاتشينج ابونت زي ما تاتشينج. احنا كده خلصنا الكونداكشن وخلصنا الايه الكونفكشن. يا بلاش كام دقيقه بنقول ان الراديشن في اول فيزيبل لايت، اول فيزيبل لايت اند انفراريد ويفلينس، لما الحراره بتكون اباف 400 ديجري سي بيكون ايه الراديشن يعني سيجنيفيكانت وبيدخل عندي في الحساب. فيجوال كلر اوف هوت اوبجكتس، درجات الحراره من اللون بتاع الفليم اللي عندي بيديني نوع من الانديكيشن على درجه حراره هذا الفليم حسب ما هو مكتوب في ايه في الجدول قدامك. يعني لما يبقى عندك لهب لونه اورنج ولهب لونه ريد، مين درجه حرارته اعلى؟ الاورنج. هو ايه الدنيا ايه
المعادلات بتاعت الراديشن هي اول معادله اللي هي بتاعت الانرجي ليميتد بير يونت اريا باي بلاك بودي ودين النارو باند اوف ويف لينث. هي المعادله اللي قدام حضرتك دي حيث سي هي سرعه الضوء و اتش كونستانت و كي كونستانت تمام. وعندك معادله اظن اسمها لامبرتس لو اللي هي جاما ماكسيمم في تي بتساوي 2.9 × 10³ بتعمل تكامل للمعادله اللي فوق دي بيطلع لك المعادله اللي تحت. وبعدين بنعرف الاميسيفيتي اللي هي عباره عن اي لامدا على الاي بتاعت البلاك بودي لامدا. وادي الاميسيفيتي بتاعت بعض الايه بعض الماتيريالز ويطلع في الاخر الاميسيف باور بتساوي اميسيفيتي مضروبه في ستيفن بولتزمان في تي اس اي. طبعا اهم حاجه في الراديشن موضوع حساب الايه السوليد انجل لانك انت عباره عندك عن انتنسيتي عندك اي بتساوي اي ان في كوزاين ثيتا. بعدين لو انت عندك اشعاع الكلي بقى هو عباره عن هيمسفير وده عباره عن هيمسفير دي اي بتساوي اي ان كوزاين ثيتا دي اي دي اوميجا حيث دي اوميجا هي دي اي 2 مقسوم على ار سكوير ودي اي 2 بتساوي 2 باي ار ساين ثيتا ار دي ثيتا بتكامل بيطلع لك انها بتساوي اي بتساوي باي في ان. الكونفيجريشن فاكتور ده بالنسبه لي مهم بالنسبه للحريق انك انت بتحسب لازم تحسب الكونفيجريشن فاكتور لان كيو دوت دبل داش هتساوي 5 اي حيث 5 ده هو الايه هو الكونفيجريشن فاكتور. دون مهم جدا في حساب المسافات اللي مفروض تكون موجودة ما بين المباني عشان الخطر التعرض عشان الخطر الايه التعرض اكسبوجر ريسك زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت او المرة اللي قبل اللي فاتت ان انت لو حصل انه اندلع حريق في مبنى ففي طار على المباني المجاورة له اللي بدل ما يبقى في مبنى ممكن يبقى في الشارع من اوله لاخره حصل الحريق. فازاي انك انت تحسب الخطر التعرضي الكودات بتاعت المباني بتحط لك انه ما يزيدش عن مثلا كذا وات لو حصلت حريق. ازاي بينتقل الحريق من مبنى لمبنى اساسا بينتقل باي ايه باي راديشن. فانت لو عندك في مبنى حصل فيه حريقه والمبنى ده فيه شبابيك او فيه ابواب مفتوح الشباك او مفتوح البيبان او حتى مش مفتوح مجرد ان المبنى اللي جنبه شايف الايه حريق فبيقع عليه حراره باي راديشن بتبقى انت محتاج انك انت تحسب ايه تحسب الكونفيجريشن فاكتور فاي. طريقه حساب الكونفيجريشن فاكتور فاي بتبقى محتاج انك انت تعرف L1 وL2 اللي هو الارتفاع والعرض ومحتاج انك انت تعرف دي هي المسافة ما بين المبنى الاولاني اللي هو الميتنج والمبنى الثاني اللي هو ايه ريسيفنج بالظبط. طبعا الفاي دي عشان تجمعها عشان تستخدم الجداول او تستخدم الشارتس ممكن انك انت تستخدم النظام بتاع كيرشوف انك انت تجمعها او تقسم او تطرح منها حتت يعني تحط حتتين وجزء زائد جزء او جزئين ناقص جزء او حاجات زي كده عشان تعرف تحسب باستخدام الجداول الجيفن عندك. ده الشارت اللي هو زي ما انت شايف برضو ايه معرفك L1 وL2 ودي معرفك L1 وL2 ودي
حيث ال1 وال2 دي الفتحه المكان اللي حصل فيه الحريقه ودي هي المسافه من المباني من المكان ده الى المكان اللي جنب منه. وبعدين مدي لك ايه الكيرف ده الكيرفات دي ادي الفاي اهي طلعت تشوف الفاي زي ما انت شايف 0.02.03.04.05 وانت عندك الاكس اكسس عباره عن دي مرسوم على ال1 والواي اكسس دي على ال2. دي طريقه انك انت تحسب بيها الفاي. والطريقه الثانيه هي الجدول ده values of phi ومدي لك اس ومعرفك ان اس دي هي ال1 على ال2 او ال2 ال1 على ال2 ايوه والفا هي عباره عن ال1 في ال2 مقسوم على دي سكوير. فانت لو عارف ال1 وال2 ودي تقدر انك انت باستخدام الجدول او باستخدام الشارت تطلع ايه فيو فاكتور فيو فاكتور كونفيجريشن فاكتور. ده مثال موجود في الكتاب عندك انك انت عندك شباكين ما بينهم المسافه دي ومدي لك المسافه دي ما بين المبنى اللي هو فيه الشباكين دول وبقول لك احسب لي بقى الحراره هتكون كام لما هتوصل. فدول مربعين ما ينفعش المربعات يعني اتعمل بالشكل ده بحيث ان هو ايه يقول ده كده واحد ونص ونص تمام وبعدين يطرح منه الجزء اللي بره وبعدين يجمع كذا عشان يعرف يحسبها. يعني هتبص في الكتاب هتلاقي ايه نفسك فهمتها لو ما فهمتهاش ده كده الجزء بتاع الايه لا كونفيجريشن فاكتور. في بعد كده هنتكلم عن المين بيم لينس. المين بيم لينس طبعا عشان مش عارف فين الراديشن راديشن فروم هوت جازز اند نون ليومينس بيم. طبعا الغازات زي ما حضرتك عارف اللي هي الكومبشن برودكتس بيبقى في منها CO CO2 H2O كل الحاجات دي بتعمل نوع من الابزوربشن للايه للراديشن وهو ماشي فيه وبناء عليه فبيسكن. لذلك المكان بيسكن بسبب ايه بسبب الكونفكشن اولا وثانيا بيسكن بسبب انه الغازات اللي هي فيها اكتر من يسموها دايبول مومنت جازس دايبول مومنت جازس يعني مثلا الاكسجين والنيتروجين دول بيعتبروا بالنسبه للراديشن بيعتبر ترانسبيرنت مفيش اي نوع من الابزوربشن. الاكسجين والنيتروجين يعتبر ايه ترانسبيرنت لكن ال H2O CO CO2 كل هذا الكلام بيعمل ايه بيعمل ابزوربشن للموجات بتاعت الراديشن وهي معديه فيه وبناء عليه فبيبدا اولا بيوصل الحته الاكرانيه ناقص شويه لان في جزء منه حصل له ابزوربشن في الطريق زائد ان هو ايه الحتت اللي هي فيها الهوت جازز دي بتزيد درجه حرارتها نتيجه الايه نتيجه الراديشن وبعدين هي بقى بتبدا اخرى ايه تراديت وايه تو كولدر سيرفيس. عشان كده عمليه الحساب بتاع الراديشن بتبقى شويه كومبليكيت لان انت لا جاي لك راديشن وطالع من عندك راديشن على قد ايه كل واحده فيهم برضو على قد الكونفيجريشن فاكتور والكلام ده. يبقى بيحصل ريدكشن اوف انتنسيتي از ذا بيم باسز ثرو ذا ابزوربنج سبيسيز. يبقى انت بتعمل نوع من التراكنج للبيم اللي طالع عندك وبتشوف قد ايه حصل فيه مره قد ايه بكونسنتريشن قد ايه من الغازات دي لان كل منطقه معدي فيها مش بس هي فيها او ما فيهاش لا قد ايه كونسنتريشن بتاع الغازات اللي هي زي ما احنا قلنا الدايبول دي اللي هي هيدروجين واكسجين زي ال H2O او كربون واكسجين زي الكربون مونوكسيد او كربون دايوكسيد او حاجات اخرى. فكل دون ايه بيبقى بكونسنتريشن مختلف في اماكن مختلفه على حسب الكونسنتريشن انت بتحسب حصل قد ايه ريدكشن للانتنسيتي بتاعت البيم هو معدي في هذه المنطقه. حس في الاخر البيم بتبقى
زي ما انت شايف كده اي جاما ال هتساوي اي جاما نوت في اكسبوننشال ناقص كي جاما سي في ال، حيث سي دي هي ايه؟ اير كونسنتريشن مش سبيد اوف لايت. سي هنا اير كونسنتريشن والال هي المين بيم لينس. نفس الشيء برضو المين بيم لينس ليها طريقه لايه؟ لحسابها سواء جداول او شارت. طيب ده الايه النون ليومينس والهوت جاز. الليومينس بقى بيحصل من ايه؟ ايه اللي بيخلي ال 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 الفليم بتاع الفاير نون ليومينس او ليومينس؟ ايه اللي بيخليه؟ ليومينس نور. انهي ايليمنتس بتخليه ليومينس؟ ده لسه ما خدناش باور بلانس. ليومينس يعني له لون شايفه. يعني انت ممكن يبقى عندك مثلا خلي بالك يعني اقوى فليم مثلا في فليم ملهاش لون زي بتاعت الميثانول مثلا الفليم ترانسبيرا. في فليم تاني له لون زي ما احنا قلنا في اورنج وفي ريد وفي شيري ريد بيجي من ايه اللون؟ نسبة الكربون درجات حرارة مختلفة درجات حرارة مختلفة حد يقول كمان في حاجه اسمها الاسبكتروميتر كل اليمنت اللي محسوب له اكسيتيشن بيطلع اضاءه معينه. ماشي انا عايز حاجه اسهل فكر في طول الموجي طول الموجي الويف لينث بتاعه طول الموجي الويف لينث بتاعه ويف لينث بيبقى في مثلا زي منطقه اسمها فيزيبل. الموضوع اسهل حسب نوع الباتيريا تفاعلات كيميائيه بيحصل ايه بقى تفاعل كيميائي ايه؟ هيتروسفير دايلر حاجه سهله جدا سوت 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 اس او او تي ايوه ايه بقى سوت فيري ماينيوت سوليد بارتكل فيري ماينيوت سوليد بارتكل صغير قوي يعني بالنانومتر بس هي سوليد ومحمولة مع الايه؟ مع الستريم اوف سموك. يعني كده يخليني اشوف ولا ما اشوفش؟ شوف وفي سوليد عندك في سوليد بارتكلز محمرة بقى او زي السمولدرينج فاير وماشية فهي دي اللي ايه؟ اللي بتدي لك اليومينس فليم. فبما انها سوليد ودرجة حرارتها عالية الاميسيفيتي بتاعتها هتبقى شكلها ايه؟ كبير. الاميسيفيتي بتاعتها هتبقى ده هو الراديشن فروم اليومينس فليم حسب الانسينتي. دكتور طب دكتور يعني دكتور. مثلا ميثانول ده ما يبقاش عنده السود ده؟ لا مش فاهم السود ده يعني عباره عن ايه برضه؟ ايه ده؟ انت النهارده لو حريقه مثلا جت في الاوضه دي حريقه وبعدين طفيناها هتبص هتلاقي السقف ده لونه ايه؟ اسود من ايه؟ من الهباس. من الهباس؟ طب اني اختار انك انت ترمي السقف المعلق ده وتجيب سقف تاني مش هو اني اقوى اللي ليه لون ولا ملوش لون؟ اللي ليه لون ليه لون اقوى يونس. ايه علاقته باللون بتاع الفليم نفسه؟ هو لان هو سوليد فلما بيسخن يبقى لونه اسود ده لما بيبرد انما هو سخن يعني درجه حرارته 1000 او كده بيبقى محمر بيبقى برتقاني بيبقى اي لون ورنج تمام. طب الغاز بتاع الغاز يعني ده غاز بيطلع برضه فليم نور. ايوه في برضه اما الغاز الطبيعي اساسا مثلا لا في كربون لا في كربون طيب اليومينس هو جاي من الصوت ده بعد كده زي بتاع الغاز زي ما انت حضرتك بتقول عليه ميري اك فيردر ويتحرق شكرا جزيلا.